الله سيكون ولن يحتار وإلى الأبد. شكرا له ونعم هذا. ألف شكر لكل الحاضرين، ألف شكر لجمعية الأصيلة التحية التراث الإسلامي ورئيس الأستاذ عماد عبد الله كل أعضاء. أنا بدوري بدي أسمح لنفسي من على هالمنبر هيدا العزيز على قلبي وعلى قلب كل الزملاء الإعلاميين والشعراء والمثقفين اللبنانيين باسم المجلس الثقافي الإنمائي لمدينة بيروت اللي لي شرف برئاسته، بدي أشكر أخ كبير لإلي ولأصدقائي اللي هو الأستاذ عماد عبد الله على هالفخر هيدا اللي من خلال هالتكريم هيدا اليوم لأمهات يستحقن هالتكريم هيدا اليوم عم يفسح مجال للشباب وللعنصر الذكوري بتكريم الامهات لانه هذا فخر لنا كلنا جميعا وانا فخر لي اليوم ايضا عم قوم بهالتكريم هيدا واختار لي ايضا هالشاعره العزيزه والزميله الاعلاميه العريقه فرح عامر. شكرا استاذ عماد، شكرا لاصواتك، شكرا لمحبتك اللي فعلا عم تقدر من خلال هالمنبر هيدا جمعيه الاصيل انك تنوب عن الكثير 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 من المؤسسات الدولية اللي ما عم تقدر تكرم هالإنسان هذا. شكرا. بدي رحب بممثل رئيس البلدية جدي تدمتن البشورة البرشيدي استاذ. بدي رحب ب مساعد رئيس جهاز الاستخبارات تعيين حسين عبد الله بشرفت اليوم ومعينه. بدي رحب بكل المكرمين معنا اليوم. بدي رحب بالفنانين والفنانات الموجودين. بدي رحب بالاعلام والموجودين معنا اليوم. بدي رحب بالشعراء الموجودين بالكتاب اللي موجودين معنا. نحن جمعيه التأصيل لحياه الممثل اللبناني تعودت كل سنه انه تقوم بهذا الاحتفال بعيد الأم. طبعا البلدية هون والرئيس البلدية يتكرم علينا كل سنة يعني يفتح لنا هالباب والصرح تبعهم لحتى نقوم بهذا الاحتفال. نحن نوجه تحية كثير كبيرة للبلدية ورئيس البلدية ولممثل رئيس البلدية الموجود معنا اليوم. جمعية الأصيل لحياة التراث اللبناني هي جمعية تعتني بالفن بالثقافة بالشأن الاجتماعي. ونحن طبعا نعمل مهرجانات في لبنان وخارج لبنان. نحن عندنا مهرجانات اثنين كجمعية الأصيل تهتم فيهم، هو مهرجان الوزان اللي بنعمل نحن على الحدود اللبنانية مباشرة مع فلسطين المحتلة. ونعمل مهرجان ثاني بالباع في ضيعة اسمها سرعين في ضيعتي. وكمان نحن بنتعاون مع ستنا وحبيبة قلبنا رئيسة لجنة مهرجانات العجلة الدولية ست نسيمة الخطيب اللي دائما نحن بنتعاون نحن بها بكل المهرجانات اللي هي بتكون فيها. بالإضافة إنه نحن جمعية كمان نحن الممثلين التوليدين دي مهرجانات طيبة الدولية بجمهورية مصر العربية من هاي السنة السادسة فينا نقول منه خالصة السنة يعني شغلات اجتماعية وثقافية بنقوم فيها باسمها. أنا يعني اليوم بدي أوجه تحية لكل الموجودين وأنا بمناسبة عيد الأم جمعيتها أجمل.
أول شيء بدي أقول لك أكبر من حجمي بكتير ما بيسوى تعرف عني، وما تلبسني ثوب كبير عم حسه أكبر مني. على المسرح واقف مخجول، على المسرح واقف مخجول، شو بقول لهالجمعية؟ قدام العالم رح قول كبرت الدين علي. على المسرح واقف مخجول، شو بقول لهالجمعية؟ قدام العالم رح قول كبرت الدين علي. وعطيتني نيكول الدين، ومن وين منوفي من وين؟ كنت مفكر ارهن عين لو ما سرقت عيني. أهلاً.